ازيكم؟ نرسم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دهر الدهور كلها امين. احنا في اسبوع ايه؟ هو الولاد جاوبوا لاول مره اكتر من البنات، انتوا نايمين ولا ايه؟ اسبوع ايه؟ ابن الضال. انهي واحد فيهم اللي ضال؟ تعرفين عنوان بتاعنا؟ عنوان ايه؟ عارفين عنوان بتاع الكلمه ايه؟ الابنين الضالين. جدعان، هنقرا جزء من انجيل لوقا، هقرا اول ايتين قبل المثل. انتوا عارفين المثل، فهقرا. احنا عارفين الابن الضال موجود في اصحاح كام في انجيل لوقا؟ ايه ده الشطاره دي؟ اصحاح 15. هو ابونا لسه قايلها ولا ايه؟ انا قلت برضو مش في الاصحاح 15 ده عندنا ثلاث امثال المسيح قالهم، ماشي؟ طالما ابونا شرح، انا هقرا لكم اول ايتين قبل الامثال. فيقول لنا في لوقا 15 1 و2 يقول الاتي: وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه، فتزمر الفريسيون والكتب قائلين: هذا يقبل خطاء ويأكل معهم. فمن أول الإصحاح لوقا كده كتب لنا، يميز لنا ما بين نوعين من البشر، نوعين من الضلال. نوع اسمه العشارين والخطاة، ناس ما توجعش دماغنا بقى بكنيسة ومجمع وصلاة وصوم، يعني ما اشتبعنا الكلام ده. وناس تانيين عندهم نوع آخر من الضلال. دول نقدر نقول إن هم شبه مين النهاردة؟ اللي قاعدين على طول. ما هو الفريسيين والكتبة دول مين؟ الكهنة والشمامسة والخدام اللي قاعدين في الكنيسة على طول. مش معنى كده إن كل دول ضالين، هو مش قصده كده. قصده الناس اللي ماسكة الحرف وماسكة الشكل، وزي ما أبونا كده قال لنا في الآخر تعبوا بطنهم بزيت عربيات وما عملوش حاجة. دولت الفريسيين. من أول الإصحاح يبين لنا نوعين من الضلال، وبعدين يبقوا أوضح في المثل بعد كده. مخلصنا ربنا يسوع وهو قاعد مع الناس قال لهم مثل صادم بكل المقاييس لأي حد يهودي يسمعه. يمكن لما احنا نسمعه بودننا المودرن ما نفهمش الصدمة اللي فيه، لكن المثل في كل حتة اتقالت كان صادم. يعني كان عندنا أسرة فيها رب الأسرة ومعاه اتنين من أولاده. في المجتمع اليهودي رب الأسرة ده أهم واحد، أي حد تاني يجي بعد كده في الدرجات، يعني ابنه البكري دوت يبقى تاني واحد في المرتبة، يقعد جنبه في المايدة، يقعدوا كده بترتيب على الطبلية اللي هياكلوا عليه، ماشي؟ وبعدين يوم قايل لك ايه؟ ان الاصغر طلب الميراث. اليهودي اللي قاعد يسمع، احنا لما نسمعها النهارده ان الولد طلب الميراث، اخيه عيب، ما يصحش. هقرا لكم جزء من سفر التثنيه نعرف الكارثه اللي الولد عملها. فيقول لنا في سفر التثنيه اصحاح 21: اذا كان لرجل ابن معاند ومارد، مارد اللي هو عمل اللي الولد عمله ده في المثل، لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه، يؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه. الباب بتاع المدينة، باب المدينة دوت بيبقى قاعد عليه الشيوخ والحكمة واللي هما في مكان القضاء يعني، ويقولان لشيوخ المدينة، يجيب الأب والأم كده يجيبوا ابنهم ويقولوا لشيوخ المدينة: ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا، وهو مسرف وسكير. مسرف يعني بيبدد الفلوس زي الواد ده، وسكير يعني بيشرب خمرة كتير. احنا ما نعرفش في المثل، ربنا ما جابش السيرة، لكن هو جاب سيرة ان هو ضيع فلوسه في حاجات باطلة. فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت، فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافون. يعني الشخص اللي بيتقال عليه المثل ده، المفروض الفريسيين
اللي قاعدين جنب ربنا، احنا قلنا ان ربنا يسوع بيتكلم، وقدامه عشرين وخطاه، وقدامه فريسيين. فالناس اللي قاعدين دولت في دماغهم ايه؟ الواد اللي بتتكلم عادي ده لازم يتقتل، لازم يترجم، مش ولد وحش. فاهمين اللي في دماغهم؟ لازم يبقى ده في دماغنا عشان نفهم مقدار المثل وقع على الناس ايه. ومش بس كده، مش بس انه معاند، ومش بس انه طلب الفلوس، لا، ده لما بدد الفلوس عمل حاجة انقح. يقول لك في نهاية المثل انه كان يشتهي الخرنوب الذي كانت تأكله الخنازير. احنا عارفين ان الخنزير حيوان نجس عند اليهود. يعني ايه نجس؟ يعني ما ينفعش يقربوا منه، ما ينفعش يربوه، ما ينفعش مش يشتهوا اكله. يعني ده موضوع بعيد. يعني من الاخر الابن ده عمل ايه؟ احنا لما نسمعها النهارده انه يشتهي الخرنوب، يعني ده يشتهي حاجه وحشه قوي. ايه ده؟ ازاي تقولوا كده؟ لا، هي عند اليهودي رايحه في حته تانية. ده خرج عن الدين. تفهمين ازاي؟ لقد كفر بالله. نعمل فيه ايه ده؟ يعني النص الاولاني من المثل كان كفيل انه يترجم، النص الثاني الله اعلم كانوا يعملوا فيه ايه. فالمثل بيورينا قد ايه الشخص ده بعد. بعد مش ان هو طلب شويه فلوس من باباه، بعد انه خرج عن المله، انه بقى كافر، انه بقى زنديق. شوفوا الاسماء بقى، الحاجات اللي بتقال في الوقت ده. خلاص هو مشي بعيد، مش انحرف، ده راح حته تانية خالص. فالمفروض الناس اللي قاعده سامعه متخيلين الولد ده لما يرجع لابوه، ابوه يلم رجاله القبيله ويرجموه، مفيش حل تاني. حتى العشرين والخطاه اللي قاعدين متوقعين المسيح يقول ايه، يعني هيسامحوا ما يرجموش بس يمشي بعيد. يعني هو مش هينفع ينضم تاني لجماعه اسرائيل لانه خرج عن الدين. ماشي؟ مش بس كده، ده الفريسيين يسمعوا ربنا يسوع يقول ان الاب كان مستني ان ابنه يجي. المفروض ده كده اب هو نفسه خارج عن الدين، المفروض يرجم ابنه. بس انهي دين؟ بتاع الممارسات اللي هم حطوها لنفسه، ممارسات والحركات والطقوس. لكن الاب الحنين اللي على ابنه هيعمل ايه؟ لازم هيستقبله وياخده في حضنه. في نفس الوقت نلاقي سكوت من بعيد عن ابن تاني مش جاي سيرته كتير، ابن اكبر ساكت ساكت ساكت، ما وقفش قدام اخوه هو ماشي، ما راحش لابوه قال له عيب اللي بتعمله، ما لوش عيب، ساكت. انا في كنف ابويا، انا في ظهر ابويا، الا ابويا هيقول عليه هعمله، هو بالحرف الواحد. عشان برضو افهمكم مقدار الكارثه اللي في المثل ده على وقعها لليهود، لما النهارده واحد مثلا شاف ان له كارير بره، هيسافر في امريكا، هيسيب بابا ومامته ويسافر في امريكا، الامر دوت بيوجع بابا ومامته بقدر ما، بس بيحصل. صح؟ عند اليهود زمان مش كده. عند اليهود زمان الارض بتاعتهم هي ربنا اللي قسمها لهم، فاللي هيسيب الارض هو ساب ربنا، ساب اللي ربنا قال له الارض دي بتاعه سبط افرايم، بتاعه سبط منسه، يعني ولاد منسه كلهم يقعدوا في الحته دي. اللي هيعمل كده ده خرج عن تقسيمه ربنا، ده خرج عن كلام ربنا، خرج عن الدين. اتمنى اكون بس بحاول اوصل لكم الفكره وفاهمين قصدي. المثل مش ان واحد مشي وحش، المثل ان واحد ضاع خلاص، ولو رجع هو مش مقبول، لا احنا قابلينه ولا ربنا قابله ولا اي حد قابله خالص. وتحصل الصدمه ان ابوه بينزل عايز يقابله، دي صدمه بالنسبه للناس المستمعين. اتمنى يكون الشرح وصل لكم حجم الصدمه. وصل لكم ولا ما تصدمتوش؟
ان بعد كل ده الاب ينزل ويحتضنه ويعمل ايه؟ يجيب له الحله الاولى. ايه الحله الاولى دي؟ دي ملابس الاب اللي بينزل فيها في الاعياد والمناسبات والحاجات الكبيره، ولها احترام الاب. يعني عارفين لو هي متعلقه كده كان بابا موجود. فكان الراجل قبل ما يلبس الحله الاولى دي كان لازم يستحمى ويحط حاجات عطور بقى كده ويتنظف كده قبل دي بتاعه المناسبات. فراح قال لهم هاتوها واستقبلوه. والعجل المسمن ده ما كانش حاجة بتتدبح كده، لأن اليهود في أكلهم مش زي أكلنا. يعني إحنا بيبقى عندنا بروتين خارج الصيام، يعني إحنا ممكن في الأسبوع مثلا 7 أيام ممكن ناكل عدد كبير من الأيام فراخ ولحمة. يعني ممكن في ناس بتبقى مثلا إيه 5 أيام 6 أيام في كده. اليهود ما عندهمش كده، يعني عشان يبقى في أكل العجل ده بيستنوا مناسبة مرة في الشهر، عجل كبر فحنذبح. ولما بيذبحوا العجل ده مش بيكفي عيلة، العجل ده ما كانش عندهم تلاجات وفريزرات، فلما بيذبحوا تبقى عزومة تبقى حفلة. فبيعملوها في الأعياد والمناسبات والأفراح، حاجة كده يعني إيه، حاجة كبيرة. مش اذبحوا لنا بقى دقرين بط ولا مش عارف الفرخة اللي جوه، لا، العجل المسمن ده معناه إيكوال عند اليهودي عيد كبير. فلما يقول لهم اذبحوا العجل المسمن ده الفريسيين حسوا بإهانة. عجل مسمن إيه اللي يتذبح؟ ده يذبحه هو، ما يذبحش العجل المسمن. كل واحد قاعد من الفريسيين هين عليه يقوم يقف يقول له ده يذبحه هو. ايه اللي يذبح العجل موسى؟ ده يذبحه هو بعد اللي عمله. معقوله يلمس خنزير بايديه؟ معقوله يتنجس؟ معقوله يخرج عن الدين ويذبح له الاكل كمان والعجل؟ لكن ربنا يسوع كان طول المثل عمال يبعت لهم مسجز صادمه، سواء للخطاه او للفريسيين. للخطاه احنا فاهمين ان هو طول الوقت عمال يبين لهم قبوله، هو قابل، قابل الإنسان اللي راح في الشر وخرج عن الدين وراح إلى أراضي بعيدة وترك ميراث أبائه ولمس حيوانات نجسة، هو قابل وفتح حضنه مستني يجي. وده الأمر السهل، ده اللي سمعناه كلنا من زمان. لكن في نفس الوقت بيوصل مسج صادمة جدا للفريسيين اللي هما زي ما قلت لكم في آية 2، فتزمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاه ويأكل معهم. بيوصل لهم مسج صادمة ان انتوا كمان ضالين. تفتكروا انا قصدي على مين بقى في المثل اللي يمثل الفريسيين؟ الابن الكبير. نلاقي ان الابن الكبير ما عجبوش الكلام اللي حصل دوت. انا هسألكم سؤال ومستني اجابة. يعني لو تخيلنا كده المثل اللي حصل وفكرنا في الدراما بتاعته، ليه الابن الكبير كان متضايق وقت ما اخوه جه؟ هو قال في المثل شوية حاجات، بس طلعوا اللي جواكوا، قولوا لي كده، علي بس هتعلي صوتك عشان انت ورا، يلا بينا. يبقى اخوه الصغير دخل على حق اخوه الكبير في الفلوس. اشكرك جدا، اشكرك، بس انا عايز اتناقش معاكم في الفكره دي لان دي مهمه جدا. احنا عارفين إن الطلب اللي طلبه الأخ الصغير في الأول كان طلب وحش، أو خليني أقول طلب بجح، صح؟ كانش ينفع يقول لأبوه اديني ميراثي. الابن الأكبر إنه يفكر بالطريقة دي، إن الصغير جاي على ميراثي أنا، ده تفكير بجح. ليه؟ لأن أبوه لسه عايش. ف
فإذا فهمنا إن الصغير كان بجح في كلامه فالكبير برضو بجح. إزاي تفكر إن الفلوس اللي موجودة دي بتاعتك أنت؟ أبوك حر في فلوسه طالما عايش. افرض كتبها كله للصغير، ظالم ظالم، بس هي بتاعته، هو اللي تعب فيها مش أنت اللي تعبت فيها. فحتى التفكير دوت تفكير شرير. ليه؟ لأن أنا أستحق لكن هو ما يستحقش. الأمر ده نشوفه في بعض الناس اللي بيظنوا نفسهم يستحقوا المناولة، يستحقوا إن هم يبقوا شمامسة، يستحقوا بوزيشن في الكنيسة، يستحقوا ملكوت السماوات. عندي كده بنوتة بتيجي تعترف، هي بتعترف بس هي بتقول لي إيه؟ بص أبونا أنا ما بعملش حاجة كبيرة قوي، يعني هدخل السماء يعني. اقول لي انت جاي تعترفي تقولي كده، انا اقول لك ايه بقى؟ اقول لك مبروك، بدل ما اقرا الحل مبروك. هي بتقول لي كده، صدقوني انا ما بعملش حاجه كبيره قوي يعني هدخل السما، بس هي بس ايه شويه حاجات كده عاديه. ففكر ان انا استحق هذا الميراث، حبيبي ده باباك اللي تعب فيه، هو اللي راح للملكوت ويقول كده ان في بيت ابي منازل كثيره، هو اللي اعدلنا دوت، هو اللي قال لنا ان احنا الورثه واحنا اهل بيت الله واحنا كلنا لا نستحق، حدش فينا يستحق. فما ينفعش اظن وانا في الكنيسه وانا في بوزيشن وانا ماسك المايك وانا بفتح دراعاتي كده ان انا استحق. انا كده بعيش في الضلال الاخر، ضلال الابن الكبير، ان انا مستحق. والخطوه الثانيه بعد الاستحقاق ان الشخص اللي داخل دوت ما هو ده منحرف، ده وحش، ده فاكر نفسه يستاهل. يعني انتوا تيجوا كده على المناوله وفاكرين ان لا ما تستاهلوش، ويقعد يحكم 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 ويدين. اعرف حد كده في الكنيسه يبقى واقف عادي، واقف يصلح حقف زيكم كده، هو بيبقى واقف في النص، فاول ما يجي حد يدخل الكنيسه انت مالك مالك مين دخل امتى؟ ده انا بصيت بسرعه ساعات بينقروا من فوق لتحت كده يشوف لابس ايه. انت مالك؟ مين عينك؟ من اقامك رئيسا او قاديا؟ مين عينك يا عم ناظر الكنيسة تقعد تنظر على الناس؟ ده الضلال الثاني، ضلال الاستحقاق، أنا استاهل. وخلي بالكم ضلال الاستحقاق مش بس في الحياة الروحية، عمليا شفته في ناس كتيرة بتفشل في حياتها العملية. يعني هقول لكم بقى جانب البيزنس، عندنا في حاجة كده اسمها entitlement complexity، أزمة أو يعني مشكلة الاستحقاق. ايه هو؟ ان انا ابقى في شغل، انا قاعد كده في شغل وبعدين يجيني شعور انا استاهل حاجه افضل من كده. ماشي، المفروض لما يجيني الشعور ده انا استاهل حاجه افضل من كده، طيب يا عم ورينا، حضر السي في وحطه في شركه احسن، خد كورسات ورقي نفسك، انت يا عم العبقري ورينا. لا، اللي بيحصل اول ما يجي الشخص كده يجيله أزمة الاستحقاق ديت، إنه إيه؟ يبتدي يوم ورا يوم في الشغل يتقرف، يتضايق، أنا أستاهل مكان أحسن من ده، ده مدير مش عارف عامل إزاي، دول زملاء ما كده، ويقعد الواحد يتضايق، أنا أستاهل كلية أحسن من دي، يقعد يتضايق فيخش المكان وهو مكتئب ومتضايق ومقفول. الخطوة اللي وراها بتكون الاستقالة، عشان انا استاهل افضل. وبعدين محدش قال ان انت تستاهل او ما تستاهلش افضل، اللي يثبت دوت حضرتك السي في بتاعك، الشهادات اللي معاك، شغلك. لكن هو بيجي له عقده ان انا استاهل افضل، ودي بتيجي لاغلب الناس عشان تبقوا عارفين. في ناس بترد عليها وتسكتها، في ناس بتشتغل عليها ان هي تنجح فعلا، وفي ناس تقوم سايبه شغلها، انا استاهل افضل. عايزكم تتخيلوا بس محدش يعمل كده، بس عايزكم تتخيلوا لان ساعات بتحصل مع ناس وتحصل فعلا.
ان لو انا زوج ومعايا زوجتي وراح جالي فكره انا استاهل واحده احسن من دي، لو الفكره دي كبرت ايه اللي يحصل لجوازنا؟ يفشل. خلصت. ممكن تيجي، يعني ممكن الشيطان يزرعها فكرة عابرة، حاجة شفتها في فيلم قدامي فنطت كده في دماغي أو مسكتها. لكن تخيلوا لما تحصل وتكتر واسمع زمايل سوء يقوموا مؤكدينها عليا وا وا وا، الجواز يحصل لها ايه؟ تفشل. انا استاهل واحدة احسن من دي، او هي تقول انا استاهل راجل احسن من كده. فكرة الاستحقاق فكرة تدعو للفشل عموما في البزنس، في الجواز، وفي الحياة الروحية فكرة تدعو للفشل. تخيلوا بقى بدل فكرة الاستحقاق دي ان انا ابص على زوجتي كده واقول دي اللي بتكملني، دي نص التاني. الفكرة دي لما تنمو تعمل ايه؟ تنجح الجواز، تفرح الجواز، صح؟ فمشكلة كبيرة اللي وقعنا فيها الابن الاكبر ده انه يظن ان الميراث اللي موجود ده بتاعه هو. مفيش حاجه بتاعتك يا حبيبي. كون ابوك من حنانه وعطفه ادى اخوك الصغير عشان يجرب ويرجع مش معناه ان الباقي ده بحقك انت خالص. النقطه الثانيه ايه تاني؟ مين يظن تاني؟ هرجع لكم بالسؤال. اجابتك كانت ممتازه الاولانيه. السؤال بيقول ليه الابن الاكبر اتضايق؟ هتقولي حاجه؟ عشان فرق، عشان الاب فرق. تمام، علشان الاب فرق ما بين الاثنين. ماشي، انا هرجع للنقطه دي كمان شويه، هخليها على جنب. قول علي. قدر الابن الصغير اكتر منه. تمام. برضو ايه في نفس السياق، هرجع لها كمان شوية. اشكرك. الابن الاكبر ما كانش فيه علاقه شخصيه بينه وبين باباه، دي مشكله انا هتكلم فيها كمان شويه كمشكله فينا كلنا. لكن ليه اتضايق؟ انا عايز اجيب السؤال، ليه الابن الاكبر اتضايق؟ احنا قلنا اول حاجه علشان خاطر هو شايف ان النصيب اللي موجود ده بتاعه هو. ايه تاني من الاسباب ممكن يكون اتضايق؟ لا علي صوتك. عشان الأب فرح لما الصغير رجع فرح كبير، فالأب ما بيفرحش بيه نفس الفرحة. تمام تمام، أشكرك. هرجع لك أول مسألة وتاني هرجع لك. عشان الابن، عشان الأب فرح بالابن الصغير كتير قوي 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 لما رجع، بس الكبير ما فيش الفرحة ديت. والأمر ده بيحصل لنا كلنا ساعات. نبص على إنسان ربنا يديله حاجة، ساعات نبص على واحد ما يستاهلش إنه ينجح، نايم طول السنة وذاكر ليلة الامتحان، وأنا مش عارف إيه يحصل لي كده. وهنا هفرق لكم ما بين ثلاث نظرات يعني بيوجهها الإنسان لربنا. وأنا يهمني دي، يعني أنتوا لو طلعتوا بدي النهاردة تكفي من الكلام كله، فركزوا معايا قوي في ديت. في ناس علاقتها ما بينها وما بين إلهها هي علاقة عبيد. يعني إيه عبد؟ إحنا ما عندناش عبيد النهاردة، فمحتاجين نتخيلها شوي. العبد هو ملكية، يعني زي موبايلي كده، ده أنا أمتلكه فأنا أقدر أتصرف فيه كل التصرفات، أرميه، أكسره، أبيعه، أشتغل أي حاجة. العبد كان كده. فالعبد كان ملكية موجودة في البيت زيه زي الكنبة والكرسي.
علشان خاطر يسمع الكلام. انا اوريدي مش بديله فلوس، مش بديله مرتب، ما يبقاش عبد لو في مرتب. هو بياكل مع اكل البيت، الباقي بيبات في اي حته متطرفه في البيت. فالعبد علشان يخاف من سيده او عشان يطيع سيده لازم يبقى فيه كرباج. لو عبد كده ما سمعش الكلام، احنا النهارده لو في موظف ما سمعش الكلام هنديله يومين خصم، العبد ما عندوش ايام خصم. فعشان يسمع الكلام كرباج. في ناس بتتعامل مع الله على هذا المستوى، عبيد. احنا كلنا بنعبد الله، دي مش حاجه وحشه، بس فكر العبيد، انا حاجه الكنيسه لحسن ربنا يعمل فيا، حاجه الكنيسه لحسن ربنا يسقطني في الامتحان، هتناول لحسن ربنا يشيل بركته من البيت، هعترف قبل الامتحانات لحسن ربنا يصب قيام غضبه عليا واسقط. صح، بتحصل ولا مش تحصل؟ عندنا مواسم للاعتراف، ما بفهمهاش قوي، بس يعني موسم الامتحانات تلاقي الطلبة ايه، طوابير. احسن ربنا ايه ينتقم مننا في الامتحان. وقبل الجواز عشان نسمع صوت ربنا فجأة كده نسمعه، عشان احنا قبل ما هنتجوز نبقى عارفين بقى راضي ولا مش راضي. وساعات بيبقى قبل الصوم يعني اوكي، لكن وكأن انا مش عايز ادرب الحاسة بتاعتي ان انا اسمع صوت ربنا على طول واعترف على طول، لا، احنا عندنا مواسم. ففي ناس بتخاف لحسن ربنا يعمل فيها. مرة كان جارتي، عندنا جارة تحت خالص كده تيتا، بتقول لحفيدتها ايه، تقول لها لو ما صليتيش بالليل هيجي تمساح ياكل صوابع رجليك. رعب. فده مستوى الايه، العبد. وخلي بالكم انا مش بقول المستوى ده مش هيخش السماء، يعني اللي بيعيش كده ربنا قابلنا في كل مستوياتنا، لكن ده مستوى لا يغني الانسان، لا يجعله يفهم. هو ادي كلمتين وهعملهم لحسن ربنا يصب غضبه علي. خلي بالكم المستويات دي موجوده في كل الاديان، يمكن ما عدا المستوى الاخير ده هنتناقش فيه شويه، صعب انه يبقى في كل الاديان، لكن العبد ده ما موجود في كل حته عندنا وعند غيرنا. صح، ادي الشريعه، اعمل الحركتين دولت وتبص في الحته دي وتعمل كده احسن ربنا ايه يلاسوعك. ماشي. المستوى اللي بعده هو مستوى الاجير، او لو نقدر نقولها بلغتنا الحاليه مستوى الموظف. ايه هو الموظف؟ بصحى الصبح بروح الشغل، باقي اخر الشهر باخد المرتب، ما تدونيش المرتب مش رايح الشغل عادي. حتى لو انا موظف كده ايه حلو وجميل وبحب الشغل، هشتغل شهر زياده عبال ما يجيبوا فلوس، ما جابوش فلوس شهرين، لكن لو اكتر من كده طبعا عندي بيت. صح، حتى لو انا حلو قوي بس انا محتاج الفلوس يعني. فالموظف ده بتاع ايه، خد وهات، بيروح لربنا حطيت لك العشور عشان تبارك يا رب في اللي موجود، ما باركتش في اللي موجود، ها مش هحط العشور، ما انت ما باركتش. صليت لك علشان بابا يخف، بابا ما خفش، ايه لازمته بقى، ها ايه لازمته اداديسه وصلواته، ما هو ما خفش. كتير كتير، واغلب المؤمنين في هذا المزنق، عملت لك وانت ما عملتش، صليت لك قبل الامتحان، اللي بيغش يجيب اكتر مني، وانا ابنك. مره واحد عملها لي كده بالظبط، يعني انا ابنه وما جبش الدرجه، طب مش في واحد تاني مثلا تعب ونجح، ممكن اي حاجه يعني. ليه ربنا موجود عشان ينفذ الطلبات، هو مش مصباح علاء الدين. بس في ناس تتعامل مع ربنا كده، عملت لك فتعمل، ما عملتش اوت اوف سيرفيس بقى، يبقى اتصل بينا بعدين. المستوى ده منفر جدا 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 للناس العقله، يعني في ناس تبقى فيه بس لما بتبتدي تفكر تتعب. ليه؟ لان احنا قاعدين وبنصلي وبنصوم وبنتناول، في ناس شريره ونصابه وبتكسب يا رب، و
واحنا مش لاقيين مش عارفه ايه، جابوا العربيه الفلانيه وانا ابنك وما جبتش مش عارف كده. فالمستوى ده بيودي كده في حته اسمها ايه؟ الحاد. الحاد، وده الحاد كويس مش وحش. ليه؟ عشان الواحد يقوم من الحته دي، عشان الحته دي غلط كلها على بعض. ربنا مش بتاع الطلبات، احنا كلنا بنعدي بيها، كلنا في مستوى روحي. مش بقول لكم ان اللي فيها ده وحش، لكن لازم نلحد بهذا الاله اللي في دماغنا، اللي هو انا طلبت يلا نفذ، ما نفذتش ما عرفكش. لا مش كده الموضوع، مش كده الاله ده، مش كده، مش بتاعنا. والعقليه دي ما كانتش موجوده عند المؤمنين الاوائل. نتخيل كده المؤمنين الاوائل عقليتهم ايه، ان اللي بيامن بالمسيح بيحصل له ايه؟ فكروا كده بيحصل له ايه؟ بيتجرجر. شافوا المؤمنين الاوائل دول، شافوا ماري مرقص الكبير بتاعهم مثلا في اسكندريه دوت اللي بيبشر، حصل له ايه؟ اتجرجر في شارع اسكندريه وتعذب، مش هو ده الكبير بتاعنا في اسكندريه. واللي شافوا بولس واللي شافوا يوحنا ده المؤمنين الاوائل، شافوا ان اللي بيؤمن بيتمرمط، مش اللي بيؤمن بيتنهنه. فما فيش الدماغ دي، انا امنت بيك يلا ها اعمل لي بقى، شغلني ووظفني واكلني وشربني ودلعني. ما كانش عندهم الدماغ دي، الدماغ دي دخلت لنا متاخره شويه. فده المستوى الثاني، مستوى الاجير او الموظف. المستوى الثالث هو المستوى اللي ربنا يسوع عايزنا عليه، ممكن نسميه احباء، ممكن نسميه ابناء، ممكن نسميه اصدقاء. يقول كده: لا ادعوكم بعد عبيد بل احباء. هو مش عايزنا كده، مش عايزنا عقليه العبيد دي، بالرغم من ان احنا بنعبد ربنا. ما حدش قال ان احنا بنيجي هنا مش بنعبده، بس مش في الدماغ بتاعه العبد، العبد اللي هو انا واقف مرعوب، ولا حتى في حياتنا كلها ان انا يا ترى هخش ولا مش هخش الملكوت. ده احساس ما ينميش في الحياه الروحيه. امال ايه فضيله الرجاء؟ وفضيلة عظيمة، مش ان انا ضامن انا خلاص داخل، لا انا عندي رجاء فيك انت، انت الهي، انت جيت وخلصتني، فكل رجائي فيك. طب انا وحش؟ رجائي فيك. طب انا عملت حاجة حلوة؟ مش عشان حاجة حلوة، انا رجائي فيك. فاهمين؟ فبنا مش هيزنع عقلية العبد مرعوبين على طول، ويا ترى ربنا هيقبل صلاتنا، يا ترى ربنا هيعمل مش عارفة ايه، يا ترى. الدماغ دي ما تنميش في الحياة الروحية، دماغ موسوسة. ربنا عايزنا أحباء، إحنا أولاده وأحباءه، أو زي ما بيقول مثلا القديس غريغوريوس النيسي أصدقاؤه. ربنا عايزنا أصدقاء. فالصديق يفهم صديقه بالنظر. كلمت أبويا، أنا أبويا بحبه وأبويا بيحبني، فرحت قعدت معاه وانا ماشي، راح قال لي خد القرشين دول عشانك هبقى فرحان. وانا ماشي معوش فلوس وما قاليش خد القرشين دول هبقى فرحان، انا قعدت مع ابويا. وانا داخل بعمل له كوبايه شاي فهو بيفرح، ما عملتلوش هو فرحان بيا. مش انا اخش له كوبايه الشاي ها عايز كام، يبقى العلاقه ما بيننا مش سليمه قوي. بتحصل صح؟ يبقى نحسن العلاقات. اللي ربنا عايزه هي صداقة وبنوة لله وأحباء. وعشان كده لما يجي الابن الكبير يحاسب باباه ويقول له أنت الصغير اديت له واديت له واديت له وفرحت بيه، أنا بعلق بقى على اللي قلتيه، وأنا ما فرحتش بيا بالشكل دوت، أو قدمت عناية ورعاية لفلان دوت وأنا ما شفتش ديت، هو كده بيحاسب بابا بالنظام. أنا عدت معك قد إيه واشتغلت لك قد إيه وانت اديتني قد إيه، أما الأخ التاني دوت فما اشتغلش. وربنا يسوع لغى الفكرة دي، المثل لغى الفكرة دي. ما تبصش على اللي جنبك تشوف أخ دي، مالكش دعوة. مثل إيه؟ أصحاب الساعة 11 ما يقلوها أصل بصوت عالي
عارفين المثل؟ مش لازم اقوله صح؟ ولا اقوله انا كيف احسن يكون في حد مكسوف يرفع ايده مش عارف، فهقوله بسرعه عشان لو حد مش عارف بسرعه شديد. احنا المفروض نخلص كام؟ قبل 9 ولا 9؟ 9؟ طب 4 دقايق. المثل بيقول ان جه صاحب كرم اجر ناس تشتغل عنده، فواحد جه من انا هقولها بالساعات بتاعتنا النهارده، واحد جه في الساعه 6 الصبح حبه يعني، جم الساعه 6 الصبح وقال لهم انا هديكم دينار. دينار ده يوميه العامل في عند اليهود في الزمن ده، دي اليوميه فده حقه، انا هدي لك دينار لانه جه من الساعه 6. وبعدين نزل جاب شويه ناس تانيين يشتغلوا من الساعه 9 قال لهم انا هديكم دينار. وبعدين جاب ناس تانيين الساعه 12 قال لهم انا هديكم دينار. وجاب ناس لحد الساعه كام؟ الساعه 5. الساعه 5 ديت فاضل لهم ساعه ويمشوا، ماشي، اللي هي الساعه 11، ففاضل لهم ساعه وهيمشوا. وبعدين جه حاسب المتاخرين الاول، فجم الناس بتوع الساعة 5 دولت اللي جم آخر ناس، أحطلع لهم دينار. فاللي قاعد في الأول بقى اللي جه من بدري باصص، أكيد هيديني 2 ما كانش 3. لما وصل لحد اللي جم في الأول إداهم دينار هما كمان، فقالوا له أنت ظلمتنا. قال لهم أنا ظلمتكم بإيه؟ إلا لو أنت عينك شريرة أنا اديتك حقك، بس أخوك مالكش دعوة، إذا كنت أنا عطوف عليه يمكن كان محتاج. أنت اللي عينك شريرة وعايز تشوفنا تشوف كل الناس زي بعض. ودي النقطة التالتة اللي أنا شايفها ضايقة الابن الأكبر، إنه شايف كل الناس زيه. هو ليه واحد بقى كنسي وبيقف وبيعمل، هو إيه اللي جرجره على السجاير يعني؟ يا عم أنت تعرف إيه؟ انت تعرفش ممكن مر بستريس معين ولا حاجة، انت تعرفش حاجة، انت مش جهة حكم. هو ايه اللي دخل ده الكنيسة؟ هو ايه اللي خلاه ينحرف كده؟ احنا ما نعرفش حاجة. مش يمكن زي ما انا مثلا، انا كأب ممكن يتولد لي ابن سليم 100% ويتولد لي ابن على كرسي بعجل، ربنا ما يوريكمش جميعا يعني، بس ممكن يتولد لي كده صح؟ اوتوماتيكلي مين اللي هياخد عناية اكتر؟ اللي بعجل اوتوماتيك، ما فيهاش، هي لازم حتى لو حاولت تعدل ما بين الاثنين عشان التاني ما يزعلش، لازم اللي بكرسي بعجل ده هياخد وقت اكتر. يكفي ان انت وانت ماشي في الشارع ده اللي انت زقه والتاني يعني بالكتير هيبقى ماسك فيك، صح؟ احنا ما نعرفش، مش يمكن يبقى عنده اعاقه نفسيه، نفسيا مش قادر يجي، نفسيا مقفول من حاجه في الكنيسه، نفسيا اتاذى، احنا ما نعرفش حاجه، احنا مش جهه حكم على بعض. عشان كده الفريسيين كانوا بيتذمروا، واوعوا نقع في هذا الضلال، اوعوا نفتكر ان احنا كلنا زي بعض، فازاي ده يجي وازاي ده ما يجيش. اللي اعرفه انا ابنك يا رب، ده اللي انا اعرفه. اللي اعرفه ان انت كمان بتحب فلان وابنك وله طريقته الخاصه في معاملته معاك، وان انا ليا حياتي انا وهو له حياته هو، وهنعيشها مره واحده، بس ده اللي انا اعرفه. لكن ما اعرفش اشمعنى ربنا يدي ده، اشمعنى يدي ده، اشمعنى ده يتولد غني، اشمعنى ده يتولد فقير، اشمعنى ده بالامراض، اشمعنى دول يحصل عندهم زلزال، واشمعنى واشمعنى، انا ما اعرفش. واي اسئله اي اجابات اوفر ان انا ما اعرفش هتبقى يعني ما فاتي، انا ما اعرفش. انا اللي اعرفه ان انا ابنك ودول ولادك ومش هتسيبهم، ده اللي اعرفه. وانا ليا قصه حياتي، اداني بقى ما ادانيش فيها عمل ايه، انا معاك وانا ابنك وانا صديقك. لكن في ناس تظن ان كلنا لازم نعيش سواسية، لازم وكل الناس اتولدت زي بعض، ده انحرف يبقى هو اللي وحش، ممكن ظروفه انا معرفش. مفروض يبقى ده في دماغنا دايما، في دماغنا على نفسنا، احنا ليه بنتعب قوي عشان نوصل مثلا لحاجة وغيرنا ما تعبش؟ معرفش، بس دي قصتك انت عيشها، ما تعيش قصة اللي جنبك، مش هتعرف، مش هنعرف. ما تقارنش نفسك باللي جنبك ولا باللي قبلك ولا باللي بعدك. زمان كانت الدنيا سهلة أو زمان كانت الدنيا صعبة، ما عرفش.
كان في ناس وقت الكورونا بتشتكي كتير، يعني كلنا وقت الكورونا مفيش نزول مفيش حاجات. فقعدت اجيب لهم من التاريخ حاجات حصلت سنة 1920 في الانفلونزا الاسباني، وده كان وباء اصعب بكتير جدا 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 من الكورونا بكتير جدا، وما كانش فيه كم التكنولوجي وسرعة وجود الفاكسين زي اللي احنا فيه. فاحنا ما نعرفش، الناس تظن ان دوت اصعب حاجة واجهتها البشرية خالص. يعني هقول لكم كده باختصار ويمكن اسمع تصوني هناك ونوقف عند كده. يعني اللي اتولد سنة 1900 احنا شايفين ان زماننا صعب والدولار والكورونا والدنيا وحشة، اللي اتولد سنة 1900 ومثلا نختار بقعة غريبة الشكل في الكرة الارضية ولتكن مصر، عظيمة جدا يعني، اللي اتولد سنة 1900 شاف قبل 20 سنة شاف الحرب العالمية الاولى، حرب عالمية، حرب فيها كل العالم ماشي، وهو عنده 20 سنة شاف الانفلونزا الاسباني، وده اسوأ وباء، يعني هو والطاعون كده الاثنين بيناطحوا بعض في المساوئ بتاعتهم، والتجارة وقفت والدنيا وقفت وما كانش بيبقى فاكسينز والدول تتعاون خالص يعني. وهو عنده 39 سنة الحرب العالمية الثانية ماشي، دي يعني ربع الارض ماتوا فيها، خلصت وهو عنده 45 سنة. احنا لسه بقى ما وصلناش على نكسة 67 بقى، لو هو في مصر بقى عنده بلاوي، يعني كل بلد عندها بلاويها هي خاصة، في حرب أهلية في أمريكا، في حروب في أمريكا اللاتينية، كل بلد عندها بلاويها الخاصة يعني. لدرجة ان الناس الكبيرة لو عندنا تيتا موجودة او كده، ايام النكسة والحد 73 كانوا ممكن ياخدوا فرخة او اتنين في الشهر على البطاقة. اسألوا الناس الكبيرة ممكن يقولوا لكم كده، يعني البطاقة زمان كانت ورق، معرفش شفتوها ولا لا، فيكتبوا على اخد فرخة من الجمعية الاستهلاكية، ده يقعد بيها شهر، يقعد بيها اسبوعين لو الدنيا منغنغة. انا دلوقتي الفراخ غالية وشوفوا بنقاكي ازاي احنا، لكن عاشوا ايام مأساوية زمان. ممكن احنا عندنا في تعب كتير في الزمن ده، وده حقيقي مش برفض كده، لكن في برضو كل حد عاش قصته، لا هم يبصوا لنا يقولوا لنا انتم متدلعين، ولا احنا نبص لهم نقول لهم انتم الزمن كان مريح، ما فيش كده، كل واحد وقصته. فالازمه عند الابن الاكبر انه شايف ان انا الصغير ده كان المفروض يبقى زيي. مين قال؟ نعرفش، مش عشان هما الاثنين نفس البيت يبقوا زي بعض، ما نعرفش، لكن اللي اعرفه ان انا ابنك يا رب. تصوني كنت هتقولي سبب، فاكره ولا نسيتي؟ نسيتي ليه الابن الكبير ما كانش قابل ان الابن الصغير يجي؟ فاكره اللي كنت هتقوليه؟ قولي. ايوه نسيتي، ماشي. كان في كنت هتقول حاجه كان في حد هنا هيقول عشان نختم بس. طيب ده شيء كويس يا جماعه، ما تزعلوش. افتكرتي؟ قولي. لا علي صوتك انا مش سامع خالص. الصغير اخد كل الاهتمام، وزي ما اتفقنا ان الصغير ممكن كان انا هخش في حته تانية بسبب اللي قلتيه دوت في دقيقه. في شخصيات بطبيعتها بتقبل القوانين والقواعد، يعني اتقال له اعمل كده هيعمل كده، وفي شخصيات تانية بتحتاج انها تجرب. انا مش بقول كده عشان كل واحد يروح يقول انا محتاج ان انا اجرب فانا هجرب الشر، مش كده يعني، بلاش ناخدها بشكل طفولي. لكن في شخصيات نوعها كده تلاقي ايه مقدام، يعني سمع عن حاجة عايز يجربها ويجرب ويجرب. عايز اقول لكم دول لما بيرجعوا بيبقوا اقوياء جدا جدا، لان هم مجربين وفاهمين وعارفين طريقه الرجوع. يعني مثلا افضل الناس اللي بتقدر تعالج مثلا المدمنين هم اللي ادمنوا ورجعوا، دول ناس قويه جدا. انا افتكر وانا في الكليه
ما جبتش مادة واحدة مقبول، ما كنتش أعرف مقبول دي يعني تتعمل إزاي يعني، ماشي؟ ففي مرة جي ولد عندي في الأسرة سقط، أنا ما شفتوش ده، ما عرفوش، فجبت له خادم من اللي سقطوا قبل كده، خادم ناجح في حياته كان سقط في الكلية، قلت له أنت هتعرف تتكلم معاه، أنا هكلمه هيقول لي ما أنت مش حاسس بحاجة، أنت مش فاهم حاجة، وده حقيقي، أنا عاجز في الحتة دي مش هعرف أتكلم فيه، لكن لو كنت اختبرتها ونجحت فيها بعد كده كان يمكن أقدر أعزيه، بس أنا مش هعرف. فاللي بيمر بضيقة نوعا ما ونجح أنه يتخطاها وجرب حاجة ورجع منها، ده ممكن يبقى قوي جدا جدا. فإحنا ما نعرفش وما نحكمش، وده القصد. وعشان كده أنا هختم بحاجة واحدة بس، المسيح لما ختم المثل مين اللي كان جوه البيت؟ أني واحد فيهم الصغير، والكبير كان بره البيت. ده مش معناه ان ربنا بيقول الكبير ده هيفضل بره، لكن هو الختام دوت يستحق ان احنا نتأمل فيه، ان في اخر المثل اللي جوه البيت بيحتفل ومبسوطين بيه اللي ضاع واللي مشي واللي قال حد واللي ترك الدين كان جوه البيت، اما اللي كان استنباط 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 عايش كده قواعد وقوانين وهي حركات دي هي دي الصح، كان بره البيت. وده لا يدعونا لا يدعونا ان احنا ننتقد الناس اللي بتيجي وتقف وتعمل وتصل، مش ده القصد، والا نبقى اخدنا الضلالين مع بعض. انا لا بقى فصلي ولا عاجبني اللي واقفين يصلوا، ده كده احنا ايه ضللتو ذا باور تو، مش كده. انا بتكلم ان احنا مش من حقنا نحكم، لا اللي فاكر نفسه كويس ولا اللي فاكر نفسه وحش، اللي في ايدينا نقدر نعمله نقف قدام ربنا، احنا ولادك حتى لو ضلينا باي شكل، احنا ولادك وفي رعايتك، له المجد في كنيسته من الان والى الابد امين. حد عنده سؤال؟ ننام طيب ولا نعم؟